يا صباح الفل على حضراتكم مرة ثانية مع فقرتنا الأخيرة في صباح أن صورة الإسلام السياسي كما تعكسها الصحف العربية وانعكاسها على اتجاه الجمهور نحو الإسلام السياسي في مرحلة الثورات العربية. ده عنوان رسالة الدكتوراه، عنوان كبير لكن النتائج اللي حملتها رسالة الدكتوراه نتائج مهمة جدا. رسالة الدكتوراه للباحث والزميل والإعلامي نقول بقى دكتور أسامة السعيد الصحفي بجريدة الأخبار، نقشت من أيام بكلية الإعلام جامعة القاهرة. نتائج مهمة جدا هنعرفها دلوقتي منه وتأثيرها كمان أو كيف نستفيد منها صاحب القرار السياسي، الأحزاب السياسية، رجل الشارع كمان لازم يعرف نتائج الدراسة دي، صورة الإسلام السياسي إزاي عكستها الصحف العربية في مصر وتونس وليبيا. أولا بنبارك وبنهني وبنقول ألف مبروك للدكتور أسامة سعيد الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار، ألف مبروك. الله يبارك فيك وأشكرك. فترة جامدة جدا الحمد لله، بس لكل مجتهد نصيب الحمد لله. وموضوع شيق وموضوع صعب وفكرة يعني تجربة الإسلام السياسي، ما سبب فشل هذه التجربة؟ يعني اولا من الواقع اللي احنا عايشين فيه. صحيح، يعني اولا زي ما حضرتك تفضلت هي المساله مش سهله. موضوع الاسلام السياسي هو واحد من التيارات السياسيه والفكريه اللي ليها وجود على الساحه العربيه منذ عقود، كان بيتميز بالانقلاق وحاله من الغموض كانت بتحيط بهذا التيار لسنوات طويله. جاءت الثورات العربيه لتعيد يعني تصدر هذا التيار للمشهد او تقدمه الى المشهد السياسي، لكن أسباب كتير جدا يعني وقفت وراء فشل هذه التجربة. يعني حسب الدراسة اللي استغرقت حوالي 4 سنوات كاملة، كان أهم سبب من هذه الأسباب هو عدم قدرة تيار الإسلام السياسي وجماعاته المختلفة على التكيف والتواكب مع المتغيرات اللي شهدتها المجتمعات العربية بعد الثورات العربية. هذا التيار اللي عانى وعاش فترة طويلة جدا من الانغلاق الذاتي وتغليب الاعتبارات التنظيمية على الاعتبارات الفكرية والانفتاح السياسي والفكري، لم يستطع مواكبة الانفتاح الثقافي والانفتاح الإعلامي والانفتاح السياسي اللي شهدته الدول العربية في مرحلة الثورات، وأصر على الانغلاق وأصر على التقيد بالتنظيم المحدود وعدم الانفتاح على أفق الدولة الجديدة. وبالتالي تجاوزوا الزمن، تجاوزته قاطرة الأحداث، أيضا لم يستطع أن يحافظ على الصورة، ويمكن هي دي أهمية فكرة الصورة. يمكن جماعات الإسلام السياسي على مدى عقود كانت بتستثمر في فكرة الصورة، أنها تصنع لنفسها صورة ذهنية لدى الجمهور أنها البديل الأكثر كفاءة، البديل المناسب للأنظمة القائمة في مرحلة ما قبل الثورات، البديل الظلم كثيرا والذي لم يجرب في السياسة من قبل، واضطهد وعانى ودفع ثمنا لقناعاته السياسية. لكن عندما حانت ساعة الحقيقة وساعة التجربة السياسية الحقيقية لهذه الجماعات، فوجئنا بأنها لم تكن بالقوة التي صنعتها لنفسها، لم تكن بالصورة التي روجتها عن نفسها. وأعتقد أن الخسارة الأهم لهذا التيار وهذه الجماعات بعد ثورة 30 يونيو في مصر، واللي كان ليها أصداء واسعة حتى على الساحة العربية، ليس فقط خسارتهم للسلطة ولكن خسارتهم للصورة الذهنية التي استثمروا فيها سنوات طويلة ولم يستطيعوا ترسيخها أو تأكيدها أو حتى الحفاظ عليها. طيب، في شغل وجهد علمي مميز جدا، حضرتك اشتغلت على عينة من الصحف ممثلة لدول الربيع العربي، نتكلم مجموعة صحف الشروق من مصر، الصباح التونسية في تونس، عين ليبيا في ليبيا، القدس والشرق الأوسط اللي بتصدر من لندن. فعملت تحليل للمضمون الصحفي في هذه الصحف في فترة أعقاب الثورات العربية. عايز أسأل حضرتك بقى هنا نتائج التحليل ده باختصار كده، إيه أبرز النتائج اللي كباحث هنا توقفت عندها وكانت بتمثل ليك مفاجأة فيما يتعلق بصورة من يمثل تيار الإسلام السياسي في المضمون الصحفي اللي حضرتك عليته؟ يعني الحقيقة فعلا عند حضرتك حق، يعني هي العينة الصحفية كانت عينة ثرية جدا، بتعبر عن تيارات فكرية وتيارات سياسية مختلفة، بتعبر أيضا عن أنماط ملكية مختلفة. حضرتك يمكن باحث كمان في هذا المجال فتعلم مدى تأثير نمط الملكية على توجهات السياسة التحريرية. فبالفعل كان من أهم الأمور اللي حاولت أن أنا أراعيها أن يكون عندي هذا التنوع علشان تبقى صورة أكثر
يعني تعبيرا عن الواقع وعن الساحة السياسية الثقافية والصحفية العربية. لكن من أهم النتائج اللي خرجنا بيها فكرة أن قضايا الصراع الثقافي والصراع السياسي كانت لها الغلبة في تقديم صورة الإسلام السياسي في هذه الصحف على اختلاف أنماط ملكيتها. يمكن جاءت كمان في مرتبة متقدمة على فكرة تطبيق الشريعة. يعني حضور قضايا تطبيق الشريعة كهدف من أهداف جماعات الإسلام السياسي جاء في ترتيب متأخر للغاية عن فكرة إذكاء الصراعات وإشعال الصراعات. وده يكشف لك قد إيه أن الصحافة العربية متنبهة لهذا الدور اللي بيقوم به تيارات الإسلام السياسي والقوى المختلفة. يمكن كمان أحب أوضح أنه لما بتكلم على تيار الإسلام السياسي أنا ما بتحدثش فقط عن جماعة بعينها. تيار الإسلام السياسي تيار كبير، وحتى داخل كل تيار في تنوع جماعات مختلفة بينها خلافات، بينها وبين بعضها خلافات فكرية وفقهية أكتر يمكن بكثير ما منها بين تيارات أخرى وبين جماعات أخرى. وبالتالي إحنا بنتكلم عن طيف واسع من الجماعات والأفكار والرؤى. أيضا من النتائج المهمة اللي توقفت قدامها فكرة أن المرأة والقضايا الاجتماعية كانت من أكثر القضايا اللي حاول التيار الإسلامي السياسي أنه يمارس فيها دور وجاءت بنتيجة سلبية. يمكن حتى من بعض النتائج، يعني كانت بعض الصحف التونسية والصحف المصرية ركزت على رؤية هذا التيار للمرأة وأشارت إلى أنه هناك رؤية سلبية تماما لهذا التيار تجاه المرأة. أيضا من الأمور المهمة اللي توقفت عندها فكرة ازدواجية الخطاب. كانت صحيح. دايما الصحف العربية على اختلاف تنوعاتها بتشير إلى فكرة ازدواجية الخطاب، محاولة المزج ما بين الدعوي والسياسي، محاولة صحيح. استغلال الدين في الترويج للعمل السياسي. يمكن ده كان ليه حضور قوي جدا كمان في دراسة الجمهور. يمكن أنه كان الجمهور، إحنا الدراسة كمان تضمنت دراسة ميدانية وتحليلية والربط ما بين الصورة المقدمة في وسائل الإعلام ممثلة في الصحف العربية وانعكاسها على الصورة الذهنية لدى الجمهور. أيضا من الأمور البارزة بالنسبة لي كان الاتجاه السلبي لهذه الصحف على اختلاف تنوعاتها تجاه قوى الإسلام السياسي. وده يكشف لك أنه رغم حالة الانفتاح اللي كانت موجودة في الثورات العربية ورغم حالة الزخم اللي شهدتها هذه المجتمعات إلا أن الصورة لم تتغير كثيرا. وده يكشف لك قد إيه أنه هذه الجماعات عندما تتعرض لفكرة العقل الثقافي والعقل الصحفي العربي يبدو أنها كانت تنظر إلى عمق هذا التيار، لم تكن تنخدع بالصورة البراقة اللي حاول هذا التيار أن يصدرها في مرحلة الثورات العربية. وبالتالي كشفت أن هذا التيار هو امتداد لتيارات وامتداد لمشاريع أخرى كان لها حضور في المنطقة، وبالتالي لا يمكن أن ننخدع بالصورة التي يحاول أن يقدمها التيار. أيضا من الأمور المهمة فكرة ارتباطه بالمشاريع والقوى الخارجية، ودي كانت من النقط المهمة جدا، وبالذات حتى يمكن الصحافة الليبية ركزت على ده انعكاس طبعا لتجربة ليبيا السياسية، كان التركيز على فكرة الارتباط بالمشاريع الخارجية للمنطقة. ده اللي هيخليني أسأل حضرتك، لو هنتكلم على ثلاث دول حدث فيهم هذا التيار الإسلامي المتشدد زي مصر وليبيا وتونس، ما وجه الاختلاف والتشابه ما بينهم؟ هي احنا امام ثلاث تجارب مختلفه، ثلاث تجارب في سياقات مجتمعيه مختلفه. يمكن ربما يكون المجتمع المصري والمجتمع التونسي متشابهين في بعض العناصر زي تكوين المجتمع، التماسك الاجتماعي، التماسك النسيج الاجتماعي، فكره عدم وجود الافكار القبليه او الطائفيه. دي كلها امور بتجعل المجتمع التونسي والمجتمع المصري اكثر تشابها. بيختلف تماما طبعا المجتمع الليبي لانه ليه طبيعه قبليه، مجتمع صحراوي له تركيبه مختلفه عن المجتمعين المصري والتونسي. فاحنا امام تجربتين مجتمعين، ثلاث مجتمعات مختلفه، لكن هناك بعض اوجه التشابه. الاختلاف هو كان تجربه الاسلام السياسي نفسه. في مصر مثلا هنلاقي ان القضايا اللي كانت بتركز عليها الصحافه المصريه فكره الصراع على السلطه، لانه جماعه الاخوان في مصر كان هدفها الاول دائما هو الوصول الى السلطه. فهذه التجربه انعكست بطبيعه الحال على المعالجه الصحفيه. في المقابل هنلاقي انه حركه النهضه في تونس كانت اقل طمعا في السلطه منها من جماعه الاخوان في مصر، كانت نجحت لحد ما لحد كبير تكون في المشهد التونسي سياسيا، هي متواجده
بشكل متقدم عن الاسلام السياسي، وحتى تحافظ على الصوره، تحافظ على الصوره اللي حاولت تصنعها لنفسها على مدى عقود بانها جماعه معتدله. حتى هي بدات تعمل مراجعات فكريه في علاقتها مع الاخوان، صحيح، وبدات تنفصل عن التنظيم الاخواني، وبدات تقدم نفسها على انها جماعه سياسيه وطنيه تونسيه، وبتقدم نفسها على انها شريك في العمليه الديمقراطيه والتحول الديمقراطي في تونس. علشان كده قدرت انها على الاقل تحافظ على صوره إيجابية بعض الشيء في المجتمع التونسي، على عكس مثلا جماعة الإخوان في مصر. على النقيض تماما بنجد المجتمع الليبي، كانت الصورة سلبية تماما وشديدة القتامة، لأن جماعات الإسلام السياسي في ليبيا تورطت في العنف وتورطت في الإرهاب، ولم يكن هناك مساحة فاصلة واضحة ما بين جماعات العنف السياسي وجماعات الإسلام السياسي، وبالتالي كانت الصورة شديدة السلبية في ليبيا. وده يمكن يؤدي إلى فكرة انعكاس تجربة الإسلام السياسي. حتى من النتائج المهمة، وحضرتك بتسألني على النتائج اللي توقفت أمامها، فكرة إيه هي العوامل اللي صنعت اتجاه الجمهور تجاه الصورة الإسلام السياسي، مشكلت عناصر الصورة الذهنية. على الرغم من انه قيادات جماعات الاسلام السياسي كانت دايما بتشير الى الدور السلبي لوسائل الاعلام، لكن تكشف مثلا الدراسه انه 60% من الجمهور بيرى ان ممارسات هذا التيار نفسه كانت هي العامل الحاسم في صناعه صورته، بينما 30% فقط بيروا ان وسائل الاعلام كان ليها الدور الاهم في صناعه هذه الصوره. ده يكشف لك قد ايه زيف فكره التركيز على الاعلام والتركيز على دور وسائل الاعلام اللي قامت بيه في صناعه صوره التيار الاسلامي السياسي. لا، ممارسات هذا التيار واخطائه، هم دايما عفوا يا فندم بيتحججوا بفكره الاعلام، صحيح، هو اللي شوه صورتنا، هو اللي شوه ممارستنا والكتابات في الحكم والسياسه. هنا حضرتك بتقول نتيجه مهمه، انه مش الاعلام، الممارسه السياسيه الفعليه بعيدا عن الصوره الذهنيه عبر شاشه التلفزيون هي اللي جعلت الجمهور يعني يشكل انطباع سلبي تجاه الاتجاه ده او تجاه الاسلام السياسي. بالظبط، هي دي العامل الحاسم. هو ده، خلي بالك لو تتذكر مصر بعد ثوره 25 يناير، وكان التركيز زي ما حضرتك بتقول دايما القوى الاسلاميه تتهم وسائل الاعلام بانها هي من تشوه الصوره، ويمكن حصروا مدينه الانتاج الاعلامي واستهدفوا عدد من الاعلاميين، لانه بيحاول ان يخلق عامل، بيخلق شماعه يعلق عليها اخطائه، ولا يجيد الاعتراف بالخطا ومراجعه هذا الخطا، ولا يراجعش الذات يعني، ما يراجعش. وده اهم الاخطاء او اكثر الاخطاء الفادحه اللي ارتكبها تيار الاسلام السياسي في مرحله ما بعد الثورات العربيه، وادت الى خروجه ليس فقط من السلطه، ولكن حتى خروجه من المشهد العام، خروجه من المشهد السياسي، خروجه حتى من الذهنيه الشعبيه، من يعني حتى بعض المواطنين. ويمكن دي برضو من النتائج المهمه، انه اكثر من حوالي 89% من المجتمعات العربيه حسب الدراسه غير مؤدلجه، ليس لديها انتماء ايديولوجي واضح. هذه الطبقه العريضه من المجتمع العربي كانت بحاجه الى خطاب متوازن، خطاب هادئ، خطاب عقلاني، لكن للأسف الشديد هذه القوى الإسلامية ركزت على خطاب طائفي، خطاب تحريضي، خطاب شعبوي أكثر منه خطاب عقلاني، وبالتالي كانت النتيجة أنها خسرت هذه القطاعات، ولم تحافظ فقط غير على الشريحة الضئيلة جدا اللي هي أصلا بتنتمي إليها أيديولوجيا ومش محتاجة هذا الخطاب عشان يزداد اقتناعها. يا أهلي وعشيرتي، نقدر نقولها كده ما بين قوسين، الأهل والعشيرة. هذا التعبير بيلخص اللي أنا بحاول أقوله فعلا، أنه دايما التوجه إلى الفئة القليلة والمحدودة للغاية، بينما القطاع العريض من الجمهور العربي سواء في مصر، في تونس، في ليبيا، في غيرها حتى من الدول، كان يحتاج الى الاستماع الى خطاب متوازن، خطاب عقلاني، خطاب هادئ يجيد التعبير عن ده اللي خلى النتائج يا فندم. يعني دكتور، من اهم السمات الصوره الخاصه بالاسلام السياسي، حضرتك شفت ان الصفات اللي كانت موجوده في المضمون الصحفي منها كراهيه المعارضين، استخدام العنف، الخلط بين الدين والسياسه، هي دي الصفات اللي بتحتل المراتب الاولى في تشكيل صوره الاسلام السياسي. والرجعيه والتعصب. الرجعية والتعصب. يعني الرجعية والتعصب كانت من الفئات المتقدمة جدا في تكوين صورة الإسلام السياسي. وده يكشف لك قد إيه طبيعة العمق، الصورة السيئة والصورة السلبية في الذهنية العربية عن هذا التيار. كمان استخدام العنف، المجتمعات العربية بطبيعتها مجتمعات مسلمة، مجتمعات ميالة إلى السلم والهدوء، لكن لما يجي نشوف هذه الموجة الكبيرة من العنف، واللي الحقيقة مش فقط مرتبطة بزمن الثورات العربية، ارجع حضرتك لفترة التسعينات وفترة حتى السبعينات عندما ظهرت هذه الجماعات، كان دايما فكرة استخدام العنف وإشعال العنف دايما مرتبط ببعض هذه الجماعات، اللي للأسف الشديد ما زال بعضها، وبعضها انقلب على المراجعات الفكرية اللي قام بها في مرحلة سابقة وعاد مرة أخرى إلى العنف. وبالتالي
استخدام العنف ضد المعارضين، كراهية المعارضين، التورط في التحريض، الرجعية والتعصب، كل هذه كانت مكونات للصورة الذهنية عن تيارات الإسلام السياسي. وأعتقد أنه هذه السمات من الصعب جدا تغييرها، ومحتاجة إلى جهد كبير جدا ومراجعات عميقة جدا في بنية هذه التيارات وأفكارها، حتى تقنع الرأي العام العربي مرة أخرى بأنها تيارات معتدلة، تيارات لا تمارس العنف ولا تتورط فيه. من النتائج مثلا المفاجأة بالنسبة لي أنه 43% من عينة الدراسة قالت أنه هناك فرق ما بين القوى الإسلام السياسي وجماعات العنف، بينما 41% قالوا لا يوجد فرق. ده يكشف لك تماهي قد ايه، يكشف لك قد ايه حجم التشوش وحجم حجم الانقسام عدم وصول لنتيجة ما. طب لو هنتكلم على فشل هذا التيار، حضرتك متوقع انه يفشل فشل يعني تام ام مؤقت؟ وخصوصا زي ما حضرتك ذكرت انه كان موجود في السبعينيات والتسعينيات، مرورا بالفترة الاخيرة لعام 2014 و2013 و2011. طيب لازم نشوف المشهد السياسي بزاوية مختلفة شوية. عندما كانت هناك محن مختلفة لهذا التيار على مدى عقود من السبعينات ومن التسعينات، كان هذا التيار دايما بيقدم نفسه على انه هو التيار المضطهد، هو التيار اللي السلطة بتحاول اضطهاده لابعاده عن دوائر صنع القرار، هذا التيار بيدفع ثمن قناعاته. لكن الازمة الحالية اللي بيعيشها والمحنة الحالية اللي بيعيشها هذا التيار جاءت بعد وصوله الى السلطة، وبالتالي حارس او اخذ الفرصه كافيه او كامله ليقدم نفسه كتيار حاكم. الخساره الفادحه الكبيره اللي خسرها هذا التيار تختلف عن الخسارات اللي خسرها في السنوات وفي العقود الماضيه، وبالتالي هنا الامر مختلف بعض الشيء، انه احنا بنتكلم على طرف او على قوه ذاقت طعم السلطه واخذت فرصتها في الحكم، وبالتالي خروجها من السلطه لم يكن خروجا عاديا، لم يكن خروجا سهلا، ولكن ايضا هذه القوه تحولت الى محركات عنف ومحركات تحريض، ولم تستطع ان تعود مرة أخرى إلى صورتها السابقة. يعني إحنا كمان بنتحدث عن خسارة فادحة على مستوى وعي المواطن في إدراكه لهذه الجماعات. النقطة الثانية كمان المهمة أن عودة هذه القوى إلى المشهد ليس فقط مرتبط بتغير صورتها، ولكن أيضا مرتبط بأداء قيادتها وأداء عناصرها، لأن يعني دي مسألة مهمة للغاية. هذا التيار لديه قيادات متنوعة الانتماء الفكري ومتنوعة الانتماء الجيلي، حتى يمكن في صراعات أجيال داخل هذه الجماعات، وبالتالي عودتها إلى المشهد مرتبط ومقترن بفكرة هذه سلوك هذه القيادات ورؤيتها لإدارة المرحلة المقبلة. شكرا شكرا جزيلا، ومرة تانية بنبارك ونهنئ دكتور أسامة السعيد الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار على رسالة الدكتوراه. النتائج دي مهمة جدا لصانع القرار، لكل من يعمل بالسياسة، لأهل الإعلام والصحافة كمان يشوفوا إزاي توجهات الناس تجاه الإسلام السياسي، لرجل الشارع كمان مهم جدا نتائج الأبحاث العلمية زي ما بقول دايما تترجم كده للناس وما تبقاش بس موجودة في المكتبات. شكرا جزيلا. وبكده انتهت النهاردة يعني صباح أون، كان مميز ممتع جدا. اتكلمنا فيه فقرات وتقارير كتير. استنونا بكرة. ميرسي جدا يا محمد. استنونا بكرة في نفس الميعاد مع صباح أون من الساعة 8 ل 10. صباحكم كله خير وسعادة.